إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، روى البخاري في صحيحه أن حبراً من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. يهودي يفطن ويعرف قدر هذه الكلمات اليسيرات، يقول لعمر: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم يوم النزول عيد. فقال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، في يوم الجمعة، وهو واقف على ناقته في عرفة. اختار الله عز وجل لنزول هذه الآية اليوم المبارك يوم الجمعة، وأنزلها على خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وجعلها خاتم وحيه من القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم. فديننا بحمد الله عز وجل خير الأديان، ورسولنا خير الرسل والمرسلين. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية منبعها أن الله هدانا لهذا الصراط المستقيم، لهذه الشريعة المباركة الخالدة. ومن عظيم وشرف هذه الشريعة وهذا الدين وهذا الرسول أن شريعتنا ليست شريعة مختصة في باب واحد من أبواب الحياة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرسل فقط من أجل إصلاح من حرف من عقائد الناس وأديانهم، لم يرسل فقط من أجل تصحيح ونبذ الشركيات والبدعيات، هذا جزء من الرسالة، ومن أجزاء الرسالة أيضاً تصحيح من حرف من أخلاق الناس وسلوك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي كما أني بعثت لأتمم من حرف من عبادات الناس، أيضاً من حرف من سلوكيات الناس. فديننا بحمد الله دين شامل، دين كامل، غطى جميع جوانب الحياة وجميع جوانب العلاقات، سواء علاقتك مع ربك في الطاعات والعبادات، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع أهلك، علاقتك مع الآخرين، علاقاتك في البيع والشراء، علاقاتك في الحرب والسلم، كل ما يحتاجه الناس في هذا الزمان موجود في شريعتنا. وإن مما أولته الشريعة وأعطته اهتماماً بالغاً الاهتمام في جانب الأخلاق، مروءات الطبائع والأخلاق والسلوك.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فالخلق من الدين، والصلاة من الدين، والصيام من الدين، كما تتعبد لله عز وجل وترجو ثوابه وأجره في صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك، كذلك من أبواب طلبك لمرضاة الله وثوابه كرمك وحلمك وصبرك وجودك وشفقتك وعطفك وكظمك للغيظ، كل هذه أخلاق يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: إن فيك لخلتين، أي خصلتين وطبعين وخلقين، يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات. فالله يحب القائمين الصائمين الطائعين العابدين، ويحب كذلك ربنا سبحانه وتعالى من تخلق بالأخلاق الفاضلة. بل جعلت الشريعة الإسلامية من موازين إيمانك وتقواك الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الله أكبر. فالخلق له علاقة في الدين، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك بالدين. لا تعزل العبادة والطاعة عن التعامل والسلوك والأخلاق، كلهم من شرع الله عز وجل. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر وأكثر الأسباب التي تدخل الناس الجنة حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. بل من شرف حسن الخلق وشرف هذا المكتسب هذا الثوب الجميل الذي يحبه الله عز وجل، ثوب الأخلاق الفاضلة الحسنة، أن الله عز وجل يجعل ثناء الناس له في الدنيا، يجري ألسنة الناس بالمديح له وقلوب الناس بمحبته، هذا في الدنيا ثواب معجل يراه بعينه ويسمعه بأذنه، إضافة إلى ما يدخره الله عز وجل له من الثواب في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. الله أكبر. أحاسن الناس خلقا وطبعا وسلوكا هم المحبوبين في الدنيا، وهم المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. لا تجمع بين حسن طاعة وعبادة وسوء خلق وطبع وتعامل، اجمع بين هذا وهذا، كن كريم الطبع، اجعل نفسك مثالا يحتذى به. جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها قال: أخبريني يا أم المؤمنين عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، هل تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. يعني كلما مرت عليك آية في كتاب الله عز وجل يأمر بها بخلق حسن، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الممتثلين لهذا الخلق. فليست بحاجة عائشة إلى أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كريما صبورا صدوقا حليما، ما احتاجت. كل أخلاق القرآن التي أمر الله بها هي في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والناظر والقارئ في إحصائيات اللجان المهتمة بدعوة غير المسلمين يجد أن من أكثر أسباب دخول غير المسلمين الإسلام حسن الخلق. يحتل حسن الخلق ما لا يقل عن 70% من أسباب دخول غير المسلمين الإسلام، إما على موقف أو جملة مواقف. إما على موقف يحصل لهذا غير المسلم مع أحد المسلمين فيعجب بهذا الدين الذي يحمل هذه الأخلاق فيدخل الإسلام، أو أن يقرأ أن هذه الأخلاق الفاضلة
التي حثت عليها هذه الشريعة الإسلامية، فيحب الشرع والدين لهذه الأخلاق. فإن أردت أن تجعل الناس يحبونك ويتبعونك فكن حسن الخلق. وهذا ليس فقط للتعامل مع غير المسلمين، حتى في التعامل مع زوجتك، حتى في التعامل مع أبنائك، حتى في التعامل مع جيرانك، كلنا نحتاج إلى حسن الخلق من أجل أن يتأثر بنا الناس إيجاباً، ونصبح خير قادة وخير أسوة للناس. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حسن الخلق يجعل الإنسان يدرك بعض ما لم يدركه من الطاعات ونوافل العبادات. حسن الخلق يجلب لك طاعة وأجر طاعة لم تعملها، يعطيك أجر من صنع هذه الطاعة وتأخذ درجته ومنزلته وقدره في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر. يوم القيامة إذا أخذ كل الناس ما أخذهم على طاعاتهم في الدنيا، حسن الخلق يوازي هؤلاء الصوام الذين كابدوا النهار جوعا وعطشا، وهؤلاء القوام الذين كابدوا الليل سهرا وصلاة، هو يوازيهم ولا يعلون عليه وينال درجتهم، وقد لم يصنع مثل ما صنعوا بحسن الخلق، لأن الله عز وجل يحب هؤلاء الذين هم على معالي الأخلاق والسلوكيات. واعلم أيها العبد أن الإنسان إن كان صادق النية، صالح السريرة، قوي العزيمة، يدرك كل الأخلاق الفاضلة والحسنة. فإدراك الخلق الذي لم تتخلق به ولم يولد معك ليس من المحال أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. كما أن الإنسان يولد جاهلاً ويتعلم شيئاً فشيئاً ويتكسب من العلم حتى يصبح عالماً، كذلك الحال في الأخلاق. قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. إذا مرن الإنسان وروض نفسه على ما يرضاه الله عز وجل من الأخلاق والطبائع، إن كان صادق النية وحسن التوكل على الله عز وجل، سيدرك ولا بد هذه الدرجات العظيمة والمقامات العلية من أحاسن الأخلاق. فاحرص أيها العبد أن تعتني بأخلاقك وسلوكياتك إن أردت قربا وثوابا وأجرا من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم ونواصينا لما تحب وترضى. اللهم يا ربنا ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن المسلمين في أوطانهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه.